السلام عليكم طلبة الأعزاء. اليوم سنكون مع الفصل السادس ومحاضرة جديدة بعنوان The Chi-Square Test. يستخدم لقياس ولمعرفة مدى التطابق بين النتائج العملية مع النتائج النظرية وحسب قوانين الاحتمالية. بمعنى آخر، The Chi-Square Test measure the description existing between observed and expected frequency. بشكل عام، القانون الذي نستخدمه هو عبارة عن كاي سكوير يساوي لنا مجموع كي جي يساوي لنا واحد. هنا أنا حتكون او بالجي ناقصا الاي للجي كل تربيع على اي للجي. حنحاول نفهم شنو هاي التعابير. طبعا ها هنا يمثل الكاي سكوير. ملاحظة مهمة، التربيع هو من ضمن الرمز، التربيع هو من ضمن الرمز، أي لا نأخذ تربيع للقيمة. هذه الملاحظة مهمة يجب أن تكون في بالك، التربيع هو من ضمن الرمز، أي لا نأخذ قيمة للتربيع. أكيد هاي هي summation، عملية الجمع. هذه الأو تمثل الأوبزرفت، أوكي تمثل لنا الأوبزرفت. أما بالنسبة للإي راح تمثل لنا الإكسبكتد فريكونسي. أوكي هذا هو القانون اللي راح نستخدمه. هذا القانون ممكن أن يتفصل إذا كنا نريد نستخرج القيم لأكثر من حدث، فراح يكون كاي سكوير يساوي لنا observed الأولى ناقصا expected one تربيع على expected one زائدا observed two ناقصا expected two تربيع على expected زائدة إلى آخره، بحيث نوصل إلى شوف إيش كم حدث إحنا عندنا. لنفرض K ناقص E K كل تربيع على الحدث الـ expected K. طبعا ما هي الحالات التي يستخدم فيها هذا الاختبار؟ عندنا طبعا هي ثلاث حالات نستخدم بها هذا الاختبار. طبعا هسه هذا ماذا تشوفون، هذا هي عبارة عن القوانين، وأيضا راح نجي هسه بعد شوية نفهم بعض القوانين الموجودة مثل هذا القانون اللي هو الحالة موجودة ها هنا أمامكم وكيفية تفسيرها، وكذلك هذا الجدول كيفية استخراج القيم من خلاله. أوكي نرجع. إذا ما هي الحالات we use the chi-square in؟ أول شيء الاستخراج test the hypothesis. إذن اختبار الفرضيات. الحالة الثانية هي عبارة عن test the goodness. أوكي of fit of probability distribution. هاي الحالة الثانية اللي هو حسن توصيف التوزيعات الاحتمالية. الشيء الثالث اللي نقدر نستخدم به هو اختبار test independence of two variable اللي هو الاعتمادية بين متغيرين. يجب أن نفهم شيء، أنه طبعا هنا راح نطبق جميع اللي تعلمناه بالفصل السابق. يعني إذا هذا الفصل هو مرتبط بالفصل السابق في كيفية كنا نستخرج النورمال وكذلك الباينوميال وكذلك البويسون.
فلهذا القوانين يجب أن أكو دمج ما بيناتهم، وشو نستخدم قوانين اللي استخدمناها بالفصل الخامس في أيضا في حل مسائل الفصل السادس. هسه راح نكمل وراح نشوف العمليات الدمج ما بيناتهم، أو هسه أيضا راح نأخذ موضوع اللي هو هذا الموضوع اللي هو عبارة عن rules of probability. أول قانون حنستخدمه مثل ما قلنا هسه قبل شوية اللي هو test the hypothesis الفرضيات. طبعا القانون اللي حنطبقه والترتيبات شلون حيصير الحل. احنا بالبداية راح يكون عندنا ما يعرف بالأفانس اللي هي الأحداث. طبعا الرموز يجب ان تحفظ كما هي، يعني هنا حتى هذا اي كابيتال الحدث الاول اي كابيتال 2 الى ان نصل الى الحدث اللي هو شوف ايش قد احنا بالنسبه عندنا بالسؤال. هاي الاحداث شو نسميها اللي هي set of possible events occurrence، مجموعة من الأحداث المحتملة إيش الوقوع. هذا بالنسبة إيش للعمود الأول، يعني هي مجموعة من العواميد راح نستخرجها. هذا العمود الأول. العمود الثاني اللي راح نستخرجه اللي هو إيش، اللي هو الأوبزيرفد القيمة العملية فريكونسي. هذا شو حيمثل لي؟ نفس الحالة، القيمة الأولى، القيمة الثانية، أيضا إلى أن نوصل للقيمة اللي هي رمزها أوكي إلى حاصل جمع الـ Observed Frequency. العمود الثالث حيكون اللي هي Expected Frequency المتوقعة. هنا ايش راح تمثل؟ بقى انتبه، هنا أنا كان E Capital بالنسبة لـ Expected ايش راح تكون E Small، فلهذا لازم نميز ما بين الـ يعني الرموز التي تعطى لك، ولازم تكون منتبه على اساسها. فلهذا هسه الثاني ايضا نفس الحاله الى ان نوصل كي ونجمع هنا مجموعها، ومن ثم اقدر استخرج الكاي سكوير تيست من خلال القانون اللي قبل شويه كتبنا اللي هو عباره عن الأوبزرفت الأولى ناقصا الإي اللي هي الإكسبكتد الأولى، كل تربيع على القيمة الإكسبكتد الأولى. بالنسبة للثانية إيش راح تكون؟ الأوبزرفت الثانية ناقص الإكسبكتد الثانية، كل تربيع على الإكسبكتد الثانية، وهكذا إلى أن نقدر نستخرج مجموع اللي هو إيش؟ الكاي سكوير. ومثل ما قلنا التربيع هذا من ضمن الرمز، فما نلعب به ومن نحاول مثلا ناخذ يعني جذر او ربع القيم للكاي سكوير راح نستخرجها. طبعا المبدا هنا لازم نفهم فد شيء. اذا كنا بدنا نحكي على التيست بالنسبه للهايوثيسيس راح تشتغل على اساس مبدا العداله الفيرنس. فاذا كان مبدا العداله موجود بمعنى اخر انه مجموع الأوبزرفت راح يساوي لي مجموع الأكسبكتد، وبالتالي شو راح يمثل لي؟ حيمثل لي الان، وعلي هو نفسه حيكون التوتال فريكونسي. لأن هنا بالنسبة للهايوثيسيس تستخدم ما يعرف بمبدأ العدالة اللي هو فيرنس إيكوال، يعني أي شيء بي إنه أكو عدالة في عمليات التوزيع. ما دام اكو عداله في عمليات التوزيع فمعناته اذا الاوبزرفت هو نفس الاكسبكتد، بمعنى اخر هو نفس الان، اذا هو نفس التوتال فريكونسي. ليش؟ يكون شيء مثل لي طلاب فيرنس عداله. لهذا طلاب لازم نفهم، لان طبعا هنا احنا عندنا ثلاث حالات قبل شويه قلناها، ثلاث حالات استخدم الكاي سكوير لحسابها، هي هاي الثلاث حالات.
بالنسبة للحالة الأولى تعتمد على أساس فيرنس العدالة، أما الحالة الثانية والثالثة لا تعتمد على أمور ثانية راح نعرفها إن شاء الله في وقتها. أوكي نرجع نكمل. لهذا طلابي الأعزاء أنا من كملت هذا الحكي اللي هسه كتبناه أقدر إذن هذا القانون اللي كتبته في البداية أعيد صياغته بشكل ثاني بحيث حتى أفهم منو اللي هو راح يعتمد على القوانين السابقة اللي تعلمناها بالفصل الخامس. راح نجي نشوفها. إذن بالتالي نرجع للقانون. القانون هو الكاس سكوير يساوي لي أيضا مجموع الكي هاي يساوي لنا واحد. هنا ايش راح يكون؟ observe i ناقصا ال i ايضا تربيع على ال e. اوكي فمن اجي اريد استخرجه فايش راح يكون انا عندي؟ هاي ال e هي اللي راح تتاثر بالفصل الخامس لان هي اللي راح على اساسها اما تكون hypothesis او هنا حتكون عبارة عن probability وهنا ايش راح تكون قلنا independent. اوكي من اجي هسه بالنسبة لهاي probability استخرجها بثلاث حالات اللي هي اما تكون النورمال أو راح تكون الباينوميال وأيضا إيش راح تمثل لي؟ راح تمثل لي بويسون. هذا بالنسبة للقانون الأول. أقدر أكتب هذا القانون بصيغة ثانية. هذا القانون أقدر أكتبه بصيغة ثانية بحيث إيش راح يمثل لي؟ راح يكون التالي. أيضا كاس سكوير يساوي لنا مجموع أيضا كي آي يساوي لنا واحد أفتح قوس لأوبزرف تربيع على الإي ناقصا إن. هنا شو معناتها؟ بمعنى أنه مجموع الأوبزرف هو أيضا مجموع الإي هو أيضا مجموع إيش؟ مجموع الإن. Where عندما تكون ال k هي عبارة عن إيش؟ هي number of events هو عبارة عن الأحداث. أوكي. شنو الفرق ما بين القانونين وهل أقدر أستخدم واحد بدال الثاني؟ هو يفضل استخدام القانون الأول للقانون الثاني إلى مجموعة من الشروط احنا ما راح ندخل بيها ما راح نحاول ندخل بيها. اوكي احنا فقط حبينا نفهمكم الصيغة الثانية وما راح ندخل بتفاصيلها فقط احنا راح نحفظ ونطبق على القانون الأول لكن حبينا فقط ننوه عنه. ايضا من الشغلات المهمة اللي لازم نعرفها قبل ما نبدي ايضا الشرح وحل التمارين إذا كانت الكاس سكوير تساوي لنا صفر بمعنى آخر إنه observed and expected frequency شبيهم دولة agree exactly راح يكونون ايش؟ متوافقين. اما الحالة هاي الأولى، اما الحالة الثانية إذا كان كاي سكوير اللي هو رمزه هذا مثل ما اتفقنا أكبر من الصفر هنا معناته do not agree exactly
ما راح يتوافقون. الحالة الثالثة إذا كان كاسكوير greater than greater بمعنى آخر the greater the discrepancy هذا معناته إيش؟ إنه ما راح يتوافقون نهائيا على أساس الحل الموجود أمام. طبعا طلاب الأعزاء هنا طبعا أيضا راح نستخدم table. هذا التيبل أيضا راح نتعرف عليه وأيضا استخراج القيم فيه جدا بسيطة وسهلة. خلي أشوفكم التيبل هذا هو تيبل لإخراج القيمة الحرجة الكي سكوير أيضا راح نتعرف عليه بعد قليل. هذا سل الشغلات اللي حكيناها هنا عندما تكون قيمة الكاسكوير صفر شنو معناتها وإذا كانت أكبر من الصفر أيضا شنو معناتها. إذا كان توزيع العينات بالنسبة للكاسكوير على أساس حيصير هذا هو القانون المستخدم في عمليات التوزيع فراح نحاول نفتهمه من خلال هسه هذا الموجود أمامنا. هذا شنو اللي يقصده به هنا بيشوفون هنا هذا القانون. هذا هي هنا عبارة عن قيمة الصفر مالتها هذا هنا ما يعرف بدرجة الحرية هذه الـ R يعني هنا درجة الحرية وهذا الـ Where the number of degree of freedom in R is given by إذا كان عندنا إحنا حتكون عندنا حالتين بالنسبة لشغلنا. الحالة الأولى اللي هي درجة الحرية اللي مثل ما قلنا هذا رمزها إذا كانت K ناقصا 1 هاي إلمن for hypothesis where the expected can be computed without having to estimate. هنا معناته الparameters from sample statistics and the K number of possible events. أما الحالة الثانية هاي شنو معناتها؟ عندما تكون درجة الحرية هي عبارة عن K ناقص 1 ناقص M هذا شو وقت يصير؟ If the expected frequency can be computed only by estimate M parameters عندما تكون مثلا هنا where the M هي number of parameters required to calculate the expected frequency هذا نستخدمه إيش وقت؟ هاي إذا كانت في حالات العدالة راح تكون أنا عندي فقط الكي ناقص واحد أما إذا كانت بقية الحالات فراح تنضاف عندنا الام اللي من خلالها راح نطرحها من الكي ناقص واحد ناقص ام حتى أقدر أستخرج درجات الحرية اللي أقدر من خلالها حتى أقدر أطبق وأطلع القيمة الحرجة من خلال هذا الجدول لأن هي هاي درجات الحرية القيمة مالتها فبالتالي من خلال درجات الحرية شوف ايش قد تطلع درجات الحرية لنفرض طلعت لي 19 وكانت درجة الثقة المطلوبة لنفرض هي 95 اللي هي هاي فنفس الحالة من نجي نسقط فايش قد راح تكون هنا هاي الدرجة أوكي نرجع نكمل الموضوع فبالتالي من صارت عندنا إذن the critical value اللي هو القيمة الحرجة اللي حتكون هنا حتصير حسب هذا الشكل الموجود أمامكم بحيث أنه هاي تتمثل بالtotal area خلينا نمثلها أفضل بالرسم يعني إحنا نرسمها ونشرح عليها بالبداية لازم نوضح هي شلون تصير أوكي
اوكي. من نريد نوضحها راح تصير كالتالي. اوكي هكذا، هذا هو. ايضا نفس الحكايه، ان نقول ان التوتال الاريا اكيد راح يساوي لنا ايش قد واحد. هذا ال خلي نقول الرسم هو عبارة عن الواي، قبل شوية المعادلة اللي قلناها للنوت للإكس، درجة الحرية عندما تكون 2، والإكسبنشال هو عبارة عن مرفوع النصف مضروبة في الكاي سكوير. أوكي، بالنسبة للكاي سكوير من نجي طلاب نريد نفهم فد شغلة معينة، وهاي مهمة جداً حتى نقدر نعرف على يا أساس احنا تم منطقة القبول ومنطقة الرفض، وعلى يا أساس مثلا راح نقبل القيم. هذا الرسم هو حيصير كالتالي. لنفرض انه القيمة كانت ها هنا، هاي شو تمثل لنا؟ المحتسبة. اوكي، بمعنى اخر انه هاي المنطقة راح تمثل لي منطقة القبول، بينما هذه المنطقة راح تمثل منطقة الرفض. راح تمثل منطقة الرفض. اوكي زين، اوكي يعني شلون اقدر اعرف منطقة القبول وعلى اساس نحسبه؟ نحسبه على هذا الاساس. احنا تذكرون قبل شوية احنا قلنا بالنسبة لدرجة الحرية هم هي لو عندي كي ناقصا واحد، أو هاي إذا كانت الحالة الأولى اللي هي العدالة الفيرنس اللي هي الهايبوثيسيس، أو الحالتين البقية البقن اللي هي عبارة عن K ناقص واحد ناقصا M اللي هو البارامترز. إذا معناته هنا شلون حجي أشتغلها؟ لأن مثل ما قلنا، بس نذكركم ال K هي عبارة عن number of events، وبالنسبة طبعا لل R أكيد هي degree of freedom. أما بالنسبة للأم طبعا هاي كلها موجودة بالمحاضرات مثبتها أنا لكم، هي عبارة عن number of parameters. أوكي، number of parameters. فبالتالي إذا من أجي أريد أشتغلها، درجات الثقة اللي هسه حتى على أساسها سويت هذا الرسم اللي هاي منطقة القبول وهاي منطقة الرفض، على أساس حقول أوكي درجات الثقة هي عبارة عن هذا هو الرمز مالتها، يساوي لنا واحد ناقصا في. لنفرض احنا عندنا درجتين مع طلاب، انا بشكل عام احنا راح نعطيها اما راح تكون 0.05 او 0.01. بمعنى اذا انطيتك 0.05 هي عباره عن يعني 0.95، واذا كانت بالنسبه 0.01 هي عباره عن 0.99. اوكي شلون طلعناها؟ على اساس لان احنا بالاصل إذا كانت درجة هنا الثقة 0.05، إذا واحد ناقصا بي حنوديه للجهة الأخرى، وهاي البي نجيبها للجهة الثانية، فالبي شو حيساوي لنا؟ واحد ناقصا 0.05، إذا بالتالي البي هي عبارة عن 95%. وعلى أساسها راح نشتغل. أوكي، هو طريقة الحل احنا شلون نجي نحل؟ حتى نقدر نحل ها طبعا هي هذا حنطبقه احنا بالتمارين. فمن نجي اول شيء لازم لازم الاكسبكتد فريكوانسي ار اتش ار كومبيوتد اون بيسز اوف هايبوثيسيس اوف اور ثيوريتيكال ديستريبيوشن، اذا يتم حسابها على اساس الفرضيه او النظريه المعطاه لك، طبعا هي اللي هي ايش؟ العدالة. راح نحدد قيمة الكاي سكوير من خلال
تيبل الموجود عندنا راح أحدد القيمة الحرجة، فإذا كانت بعوج قد بع 95 شح تمثل لي 0.05. ال 99 هي كسؤال كثقة هي أجقد 0.01. حتى أطلع درجة الثقة هي مثل ما قبل شوية شوفتكم، وهي عبارة عن واحد ناقص فيها. وراها شح أسوي؟ راح أسوي مقارنة، راح نسوي مقارنة ويا من يعني الكاي المحسوبة، راح نقارنها ويا الدرجة الحرجة اللي استخرجناها من الجدول. فإذا كانت المستخرجة اللي هي الكاي المستخرجة كاي سكوير المستخرجة أكبر من القيمة الحرجة، هذا شنو معناتها؟ معناتها أنه راح نرفض إيش؟ راح نرفض الفرضية، راح نرفض الفرضية عند هذه الدرجة من الثقة. أوكي؟ عندما تكون probability of being correct اللي هي عبارة عن واحد ناقصا فيه. أما إذا كانت الكاي سكوير جدا صغيرة وقريبة من الصفر، إذن هنا شنو معناتها suspicious؟ معناتها إنه القيم شبيهة قيم مشبوهة وما نقدر نستخدمها. أوكي؟ هذا طبعا إيش وقت؟ أما إذا كانت الكاي سكوير زين أصغر من الـ 0.05 كثقة أو الـ 0.01 أيضا كثقة، على هالأساس if so can not depend on data، ما أقدر أعتمد عليه من على هذه الداتا الموجودة عندي. راح نحاول نطبق الأمثلة وإن شاء الله تكون أوضح بالتطبيق. بالنسبة للـ example الأول، الإكزامبل الأول اللي دا نشوفه أمامنا هو دا يتحدث in 200 tosses of a coin 150 heads 85 tails were observed. Test fairness of coin at a significant level of 0.05 or 0.01. أوكي، احنا إذا عندنا أيضا 200 رمية لعملة معدنية، 115 كانت الهيت و85 كانت التيل، هاي هي القيم يعني observed test fairness، جد انه العدالة عند ثقة عند يعني درجات الثقة اللي هي 0.05 وال 0.01. شلون اجي احل هذا السؤال وشلون اجي افصله حتى اقدر استخرج القيم اللي اني اريد أشوفها؟ طلع أنا أول شغلة لازم أحدد المكان اللي دا أشتغل به اللي هو سأنا عندي درجة الثقة اللي هو 0.05. حسب اللي كان الجدول اللي كان عندي لازم شو أسوي؟ أسوي أعمدة. العمود الأول شاح يمثل لي؟ راح يمثل لي الإيفنتس، إيفنتس اللي هو الإي كابيتال، اوكي. ايضا بعدين العمود اللي بعده اللي هو الاو اللي هو شيء مثل الاوبزرف، بعدين الاي اللي هي الاكسبكتد، ومن ثم الكاي سكوير. هكتبه فقط كرمز. اوكي، إذا الخطوة الأولى لازم أحدد أنا إيش كم حدث عندي. طبعا من خلال النظرة الأولى أنا عندي حدثين، صح لو لا؟ لأن الحدث الأول أنا استخرجت ب 115 والثاني أنا استخرجت ب إيش 85. وشون عرفتها؟ لأن أنا من جهة سويت أريد أسوي الجدول لازم أكتبها بداخله، فهنا كان الأول 115 وهنا كان 85. فإذا إيش كم حدث عندي؟ 1 2. نجي شلون تعلمنا قبل نفصل، حنقول إذا Q1 إيش حيساوي لي؟ حيساوي لي 115 هيدز.
عندي أيضا الـ O2 أسفين على O O2 هو عبارة عن 85 هذول شيء مثلوا لطلابي هذول we have إذن 27 عندي حالتين أوكي الأي إذا على الأساس أنا استخرجت أوكي كم حدث عندي اللي هم اثنين هاي هي اللي كانت واللي حصلنا عليها إذن هي الأوبزرف إذن شحتاج هسه استخرج الأكسبكتد بس قبل ما استخرج الأكسبكتد لازم أسوي شغلة مهمة جدا اللي هي أنه أنا أجمع مقدار الأوبزرف اللي هو شقد إذن 200 وبما أنه إحنا حسب السؤال نرجع للسؤال إيش دا يقول لي أنه هنا أنت عندك مبدأ العدالة إذا راح نرجع من جديد معناتها بما أنه هذا إذن بما أنه مجموع الـ O هو الـ Observe حيساوي لمجموع الـ E معناتها حيساوي لمجموع الـ N اللي هو 200 بما أنه مبدأ العدالة أوكي إيش كم حدث أنا عندي؟ أنا عندي حدثين فبالتالي راح أقسم العدد اللي هو 200 على عدد الأحداث حيطلع لي 100 هاي المئة راح تتوزع بشكل طبيعي على جميع ال... يعني إذن هاي إيش الأكسبكتد المتوقعة فبالتالي هنا شنو صار 100 بـ100 أكيد حاصل جمع الإي إذن شقد صار 200 هسا شو حقدر أستخرج راح أستخرج العمود الرابع اللي هو الكاسكوير شلون أجي أستخرجه تتذكرون إحنا شقلنا نفتح قوس الأو الأولى اللي هي الأوبزرفت شقد 115 ناقصا الإكسبكتد 1 اللي هي 100 كلها تربيع على إيش على 100 راح يطلع لنا الناتج سوري حكيت بالي جوا ما عندي مجال اللي هو 2 على الصحيح 2 5 هسه نفس الحالة راح نجي نستخرج هنا اللي هي شقد القيمة 185 آسف 85 85 ناقصا 100 كله تربيع على 100 حيكون الناتج اللي عندي أيضا 2 عدد صحيح 2 5 شو حسوي؟ هسه أجمع راح نجمع كاسكوير حيطلع لي 4 عدد صحيح ونصف 4 عدد صحيح ونصف أوكي أنا هسه طلعت الإي هل يا ترى خلص الحل؟ لا طبعا أكيد لا إذا نجي نثبت اللي استخرجناه حنقول إذا كاي سكوير هو 4.5 هاي مين استخرجناها؟ استخرجت وتم حسابها على أساس منو هسه راح نسويها وهذا راح نقارنها we have احنا ايش كم باراميترز موجوده عندنا وايش كم شغله احنا عندنا احنا بالاصل عندنا تو باراميترز تو ايفنتس لان عندنا احنا اسف مو باراميترز اسف جدا 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 واحنا ايش كم حدث عندنا احنا عندنا حدثين فبالتالي we have two events so راح يصير درجات الحريه K ناقصا 1 راح يدينا إلى 2 ناقصا 1 فإذا درجة الحرية إيش قد قيمتها عندي؟ عندي 1 هاي شو راح أسوي هسا أني حتى أقدر أستخرجها راح أقول أوكي إذا at درجات الحرية عندما تكون 1 from table from أوكي table فشو راح يصير عندي
عند مستوى ثقة ايش قد طلاب؟ 0.95. ليش؟ ليش طلاب؟ نرجع للسؤال. من يقول لي 0.5 استخرج بالعكس مالته، العكس مالته ايش قد؟ 95. من يقول لي 0.01 استخرج بالعكس مالته اللي هو ايش قد؟ 0.99. حنعيدها. من يقول لي 0.05 نطي درجة الثقة، فمن أروح للجدول أستخرج على أساس 95، ومن يقول لي 0.01 أروح للجدول وأستخرج على أساس 99. أوكي، راح نروح هسه للجدول. نفس الحالة، الجدول موجود هنا، هذا هو الجدول. ثواني. أوكي، هسه أنا شنو اللي عندي؟ خلي اوكي، انا اللي عندي درجه حريه ايش قد طلاب الاعزاء؟ عندي 1. ايش قد المعنويه اللي انا دا اشتغل على اساسها؟ على اساسها دا اشتغل على اساس 95، صحيح. هم نفس الحاله راح نمد كانه، راح نمد كانه خط من الواحد، المفروض يتقاطع ويا من؟ ويا 95. فإذا القيمة طلابي الأعزاء ايش قد راح تصير؟ حتصير، لحظة خلينا نحصلها فقط يمن أهاية. إذا هي عبارة عن 3 عدد صحيح و 84%. فإذا من أجي أريد أطلع القيمة هنا، إذا هي عبارة عن 3 عدد صحيح 8 4. هسه راح أسوي مقارنة ما بين المحسوبة، إذا هسه شو راح نسوي؟ مقارنة ما بين يعني الكاي سكوير اللي تم احتسابها ويا من؟ وذ هنا الكريتيكال فاليو عند قيمة الثقة اللي هي 95. فمن نجي نقارن نشوف، فإذا كانت الكريكت الكاي سكوير إذا كانت ايش قد أكبر يا ترى؟ خلينا نشوف القيمة، خلينا نشوف القيمة. احنا ايش قد طلعناها؟ طلعناها 4.5، صح لو لا؟ 4.5. فنجي نسجلها هنا، إذا هي أكيد أكبر من 3 عدد صحيح 8 4. إذا هذا شنو معناتها؟ راح نقول إذا ريجكت هايبوثيسس. اوكي اوكي زين، فشلون حيصير الرسم على هذا الاساس؟ اوكي ناخذ غير لون زين. احنا حسب الحجم مالتنا احنا عندنا هذا هنا كان، خلينا نقول اللي هو 95. هاي المنطقه شو حتمثل لي؟ هاي المنطقه حتمثل لي عندما كانت 0.05، وهاي المنطقه عندما كانت 95. فهنا مثل ما قلنا هي كانت عملية القبول، بس بما أنه هي كانت المحتسبة أقوى من الجدولية، فلهذا احنا رفضنا النظرية. لكن المطلب الثاني اللي هو دا يقول لي عندما 0.01، بمعنى آخر هم نفس الحالة، الآر هي عبارة عن كي ناقصا 1، هي أيضا عبارة عن 2 ناقصا 1، فبالتالي درجة الحرية ايش قد راح تكون؟ أيضا راح تكون 1. نذهب إلى الجدول from table، نرجع للجدول، نمسح هذا ثواني.
اوكي من ينبع على الجدول ايش قد القيمة؟